أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. على الهيئنات، قصف جوي يستهدف مقرا لميليشيات الحشد قرب قاعدة بلد. صحيفة البصائر، مفوضية حقوق الإنسان تتهم حكومة بابل بمنع عودة نازحي جوف الصخر. وفي العرب اللندنية، رئيس البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أشد منافسيه لتصفية حسابات بيع وشراء المناصب. وعلى الزمان، مجلس محافظة نينوى الوقف السني يعوق إعمار جامع النوري. وفي القدس العربي، قوات النظام السوري تدخل خان شيخون مخالفة وضعا إنسانيا مأساويا. أما الشرق الأوسط، السودان تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً لقيادة المرحلة الانتقالية. وعلى الحياة، مومبيو يؤكد فاعلية العقوبات في إزالة النفط الإيراني من السوق العالمية. نبدأ جولتنا مشاهدينا الكرام من صحيفة العرب اللندنية. يعكس إلحاح جهات عراقية وثيقة الصلة بإيران في مطالبة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، يعكس حجم المشكلة التي تواجهها ميليشيات الحشد التي باتت معسكراتها فريسة سهلة لطيران أي طرف يفكر في ضرب تلك القوة وتحييدها. صحيفة العرب اللندنية تقول في تقرير لها إن إيران تبحث عن حل لمعضلة استنزاف جيشها الرديف في العراق. بحسب المهتمين بالشأن العراقي، فإن معضلة انكشاف ميليشيات الحشد أمام هجمات الطائرات المعادية لا تخص تلك الميليشيات بحد ذاتها، بقدر ما تشكل هاجسا لإيران التي ساهمت بفعالية في تشكيل الحشد وتأطيره وتسليحه لتجعل منه جيشا طائفيا رديفا للقوات النظامية العراقية يعمل على حماية نفوذها السياسي في العراق ويؤمن لها سيطرة ميدانية على أراضيه، لا سيما في المناطق السنية ونقاط الربط مع سوريا المجاورة، حيث تطمح إيران لفتح ممر بري طويل يصل بين أراضيها ولبنان عبر الأراضي العراقية والسورية. ولا تستبعد مصادر عراقية أن تكون واشنطن وتل أبيب تخططان فعلا لاستنزاف قوات الحشد ومنع استقرارها وتمركزها من خلال ضربات جوية انتقائية وخاطفة على غرار تلك التي يوجهها الطيران الإسرائيلي للميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، وبدفع من الضغوط المتعاظمة من قبل السياسيين وقادة الميليشيات، أصدر عبد المهدي الأسبوع الماضي قرارا مفاجئا بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية وجعل إسناد تلك الموافقات من اختصاصه هو أو من يقوم بتفويضه بشكل رسمي، وذلك في محاولة للسيطرة على قرار استخدام الأجواء العراقية والخارج عمليا من يد حكومة بغداد. الصحيفة ترى أن الولايات المتحدة الواثقة بتسييد تسيدها الكامل على الأجواء العراقية والمتيقنة من عدم إمكانية تغيير ذلك الوضع قريبا آثرت التعامل مع القرار الحكومي العراقي بهدوء باعتباره قرارا شكليا غير ذي قيمة عملية، معلنة احترامه والالتزام به. بعد 3 أيام من الانفجار الذي حصل في معسكر الصقر التابع لميليشيات الحشد الجنوبية بغداد، أمرت الحكومة العراقية بحظر الطيران على جميع الرحلات الجوية التي تشمل الاستطلاع أو استخدام الطائرات المقاتلة أو طائرات من دون طيار أو طائرات مروحية ما لم يأذن الجيش العراقي بذلك. تشارلز ليستر يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن طبيعة هذا الرد زادت من الشكوك من تعرض معسكرات الحشد لضربات جوية إسرائيلية. إسرائيل دخلت بالفعل في جبهات جديدة تقوم بإجراءات ضد إيران في العراق، وقد علمت المخابرات الإسرائيلية منذ أكثر من عام أن إيران بدأت في نشر أنظمة صاروخية وصواريخ باليستية متطورة في الأراضي العراقية، بعضها يتمركز هناك بشكل دائم والبعض الآخر يجري إرساله برا إلى سوريا ولبنان.
حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن إيران تدير مصانع صواريخ تعود إلى عهد صدام في الزعفرانية قرب بغداد وفي جرف الصخر قرب كربلاء بغرض تصنيع ذخائر جديدة من الصفر وتجميع صواريخ باليستية. كانت هذه ذاتها التسهيلات هي نفسها التي يقال إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أثارها خلال اجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مايو أيار 2019، إن التوسع النوعي لإيران في العراق يضع الولايات المتحدة في موقف حرج، إذ على الرغم من أن إدارة ترامب تقدم نفسها خصماً قوياً للتوسع الإيراني في الشرق الأوسط، فإن واشنطن ليست لها مصلحة في إضعاف أو عزل أو حتى مهاجمة الحكومة العراقية، لأن القيام بذلك من شأنه أن يعزز من وضع إيران. الكاتب يرى أنه من المحتمل أن تواصل إيران تعزيز موقعها في العراق وتعزيز قدرتها تدريجيا على ممارسة القوة العسكرية بصورة تقليدية وغير تقليدية من داخل العراق تجاه إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. طالب نائب زعيم حركة النجباء يوسف الناصري بإعادة بناء الأجهزة الأمنية من جديد وحل الجيش العراقي واعتبار الحشد الشعبي الجيش الأول في العراق. رشيد الخيون يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن هذا الموقف جديد لم يكن غريبا ولا يختص به يوسف الناصري، إنما هو عين ما يقوله الولي الفقيه نفسه وميليشيات الحشد كافة. فخامنئي نفسه يكثر من الوصايا بالحشد للمسؤولين العراقيين الذين يزورونه. لم تكن فكرة الحشد الشعبي جديدة، والذي يفتخر أمين حزب الدعوة بتأسيسه، فمن دخول أول ميليشيا من إيران ثم تأسيس الميليشيات تباعا كانت الفكرة قائمة أن يتأسس جيش يوازي بدايات تأسيس الجيش العراقي من جديد. لهذه الغاية حصل إصرار على حل الجيش العراقي وليس إعادة تأهيله. كان تفريخ الميليشيات عملاً إيرانياً، فجيش المهدي الذي تأسس 2003 عملت إيران والأداة كان المالكي على شقه بعصائب أهل الحق بعد خروج الجيش الأمريكي 2011، وبعدها شقت هذه الجماعة بحركة النجباء بما يناسب التطورات على الساحة السورية، وكل جماعة تجدها أشد ولاءً للولي الفقيه من سابقتها. نعم، ظهرت ميليشيات الحج الشعبي بكثرة بعد فتوى الجهاد الكفائي الصادرة من المرجعية الدينية، وهي خطوة لم تكن المرجعية تحسب حسابها كي تأخذ بنظر الاعتبار النوايا الإيرانية بتأسيس حرسها الثوري الذي يدين بتحركه القتالي والعقائدي لمرجعية خامنئي. لقد كانت الفوضى العراقية ووجود الميليشيات المؤسسة والمدربة بإيران وفتوى الجهاد الكفائي فرصة لا يجود بمثلها الدهر لنظام ولاية الفقيه بتأسيس حرسها الثوري بعناصر عراقية. الكاتب يقول: لماذا يطالب بوجود الحشد مع انتهاء الغاية منه وأن يكون بين قادته متهمون بالإرهاب ونواب لقاسم سليماني، أما أن بين الحشد مسيحيين وسنة فهذا لذر الرماد في العيون، فلا المسيحيون يعترفون بأبي ريان والمئة الذين معه ومهمته تمجيد الحاج سليماني في الفضائيات الولائية، ولا السنة منعوا تجاوزات الحشد ومنعوا هيمنته على مناطقهم. قبل ما يقرب من سنة ونصف أعلن التحالف الدولي انتهاء العمليات القتالية في العراق، واليوم كشفت وزارة خارجية واشنطن عمليات لكتيبة مدفعية في الجيش الاحتلال الأمريكي وهي تخوض معارك عسكرية قرب الموصل. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن الحديث في هذا المقام لا يخرج عن سياق توصيف التحالف بالكاذب الذي يتكئ على المغالطات أو في إطار الفشل المحض في خططه وأهداف حربه، وفي كلتا الحالتين يتجلى الإخفاق في أوضح صوره وأشكاله. حكومة بغداد أمست في حالة بالية وهي تصرخ بلا أدنى مقدرة على الفعل وتتبجح بمفردات هي أبعد ما تكون عنها كالسيادة والقرار وحظر الطيران في الأجواء العراقية ما لم تسمح هي بذلك، وتفرض السخرية نفسها إزاء هذا الأمر بخروج من يصفهم إعلام العملية السياسية بالخبراء في المجالين الأمني والعسكري،
ليقولوا إن وزارة الدفاع لا تمتلك منظومة دفاع جوي مؤهلة للتصدي لأي اختراق للأجواء العراقية، مما يجعل قرار رئيس الوزراء فارغا أو ميتا في ساعة ولادته، بل ليس له مغزى سوى محاولة كسب موقف سياسي في ظل الصراع المتزايد داخل العملية السياسية. في غضم ذلك، تظن إيران أنها تخطو قدما في مشروعها الطائفي الذي يستهدف أحزمة بغداد بعد ظهور فضيحة ميليشياتها في مناطق جرف الصخر بجريمة تصفية المغيبين والمختطفين هناك ودفنهم تحت مسمى مجهولي الهوية من خلال تسخير أدواتها من سنة العملية السياسية، فضلا عن رؤوس الأحزاب الطائفية الذين استماتوا بابتذال في محاولات درء التهمة عن ميليشيات الحشد وتوجيه خط الحديث عن هذه الجريمة في سياق الإرهاب. الكاتب يضيف أنه ما بين تورط التحالف مجددا بالأعمال القتالية وتخبط حكومة بغداد وهي تواجه قصفا ممنهجا لمستودعات المعدات العسكرية للميليشيات، فضلا عن سلوك طهران المتسخ بالطائفية بعيدا عن أي نمط دبلوماسي أو مهذب، تبدو العملية السياسية في حالة فوضى واضطراب يعكس إمارات الفشل أو أمارات الفشل الذي باتت عليه. انسحبت فصائل المعارضة السورية من محيط مدينة خان شيخون بعد تعرضها لعشرات الغارات الجوية من الطيران الحربي الروسي الذي استخدم صواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار. يبدو أنها دخلت ميدان المعارك للمرة الأولى في سياق إصرار موسكو على تحويل سوريا إلى مختبر لتطوير أسلحتها الفتاكة. صحيفة القدس العربي ترى أن ما شهدته المدينة هو الحلقة الأحدث ضمن حملة عسكرية منظمة في شمال حماة وجنوب إدلب بدأها النظام والميليشيات الإيرانية وروسيا قبل 3 شهور. المدنيون هم الضحية الأولى لآلة الحرب الجهنمية هذه، إذ من المعروف أن مناطق محافظة إدلب وحدها باتت تأوي قرابة 3 ملايين مدني، بينهم 1 مليون طفل على الأقل، نتيجة عمليات التهجير القسري نحو مدنها وبلداتها وقراها، وأن آلاف الأسر تعيش في العراء دون أي ملجأ يقيها من الغارات الوحشية. ومنذ ابتداء حملة تحالف روسيا وإيران والنظام السوري في شمال حما وجنوب إدلب، سقط أكثر من 460 شهيداً في صفوف المدنيين، وأجبر أكثر من 330 ألفاً على النزوح نحو المجهول، مما اضطر ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الاعتراف بأن سوريا لم تعد على الرادار الأممي، وأن المجتمع الدولي يقابل مأساة إدلب بلا مبالاة جماعية. ويستفاد من اعترافات طيار عام في جيش النظام السوري أسقطت المعارضة مؤخرا طائرة كان يقودها أثناء عمليات قصف في منطقة إدلب أن المعارك في هذه الحملة تديرها روسيا أساسا، وتأتي إيران بعدها عبر الميليشيات المختلفة الموالية لها. وهذا من جهة أولى يعني أن ما يقال عن التنافس الروسي الإيراني على الساحة السورية يمكن أن يتوقف عند نقطة محددة من التقاء مصالح البلدين. وتختتم الصحيفة بالقول إنه في كل حال لا يلوح أن تقدم تحالف روسيا وإيران والنظام السوري نحو خان شيخون سوف يحسم الحملة الراهنة، إذ أن معركة إدلب طويلة ونطاقها الجغرافية أوسع بكثير مما يعتقد. نشر موقع مجلة The Atlantic الأمريكية تقريراً عن مأساة المسلمين الإيغور الذين لا يستطيعون الهرب من قمع الدولة الصينية حتى لو كانوا يعيشون في أوروبا. جاء في التقرير الذي كتبته إيلين هاليدي أن الصين تلاحق الناشطين الإيغور المقيمين في أوروبا وتحاول إسكات الأكاديميين المتعاطفين معهم، كما أنهم لا يستطيعون الدفاع عن حقوق الإيغور من محل إقامتهم في أوروبا. تقول الكاتبة إن مقابلات أجرتها مع الإيغور في بلجيكا وفنلندا وهولندا تكشف عن جهود منظمة للصين كي تسكت المسلمين الإيغور المقيمين في الخارج من خلال عمليات مراقبة وابتزاز واستفزاز، وتضيف أن كل الذين تحدثت معهم اشترطوا عدم ذكر أسمائهم خوفاً على عائلاتهم المقيمة في الصين. وتشير الكاتبة إلى أن عدد الإيغور في الشتات لا يتجاوز الآلاف، وهناك عدد منهم يعيش في تركيا حيث وصل بعضهم للدراسة في فرنسا وهنغاريا وقرروا البقاء فيها،
ولا تقدم سلطات الحدود الأوروبية حماية كبيرة لهم، فقد طلبت الصين من ألمانيا وفنلندا وبلجيكا للتجسس على الإيغور، وقالوا إنهم تعرضوا للمساءلة كي يكشفوا عن معلومات شخصية حساسة بما فيها عناوينهم في الصين ومكان عملهم والرقم الوطني. وقال أحدهم شارك في تظاهرة في بلجيكا إن سيارة تابعة للقنصلية الصينية لاحقته وتحدث عن تصوير متظاهرين في احتجاج نظم في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وبحسب المجلس العالمي للإيغور ومقره ميونخ، تستخدم السلطات الصينية الصور لمعاقبة عائلات المشاركين في تظاهرات، ويريد الناشطون من الدول الأوروبية الضغط على الصين كي تخفف من سياساتها في الإقليم. الكاتبة تدعو الدول الأوروبية لعمل المزيد لحماية الإيغور في داخل حدودها، وتقول إن ناشطين الإيغور عرضة للخطر بسبب عدم وعي الأوروبيين بقضيتهم، ويجد الناشطون صعوبة في إقناع الأوروبيين الذين لم يسمعوا أبدا بكلمة إيغور بعدالة قضيتهم. لتضليل الكاميرات المراقبة، طورت مصممة أزياء ومحترفة اختراق شبكات البيانات ملابس قادرة على إظهار صورة الشخص الذي يرتدي الملابس كسيارة في تسجيل، بحسب ما نشرته الكاميرا صحيفة الشرق الأوسط. إذ عرضت مصممة الأزياء ومحترفة القرصنة كيتروس ملابسها المبتكرة خلال مؤتمر ديف كون للأمن المعلوماتي في مدينة لاس فيغاس، مشيرة إلى أنها استوحت فكرة هذه الأزياء من خلال محادثة مع أحد الأصدقاء الذين يعملون مع مؤسسة الحدود الإلكترونية حول عدم دقة الكثير من أجهزة قراءة اللوحات في سيارات الشرطة. وقالت روس إن هذه المجموعة الجديدة من الأزياء تؤكد الحاجة إلى جعل أنظمة المراقبة التي تعتمد على الكمبيوتر أقل انتشاراً وزيادة صعوبة استخدامها من دون إشراف بشري. عثر رجل في ألاسكا على رسالة خطية فيها أطيب التمنيات لمن يجدها داخل زجاجة بعد 50 عاما على رميها في البحر من قبل بحار روسي. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن تايلور إيفانوف الذي يعمل معاونا في مدرسة في شيشماريف في ألاسكا رصد هذه الزجاجة وهو يجمع الحطب في ألاسكا على الشاطئ بالقرب من بلدته، واقتلع سدتها بأسنانه. ونشر إيفانوف صورة عبر فيسبوك للزجاجة والرسالة التي تحويها، لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فقد تلقفت القناة روسيا 1 أثر المرسل وصولا إلى عنوانه في فلاديفوستوك، وعثرت أخيرا على القبطان المتقاعد في البحرية السوفيتية أناتولي بوتسانينكو الذي أبحر سنة 1969 على متن سولاك. وعاين بوتسانينكو محتوى الرسالة وأقر أنه ليس خط يده، لكنه أكد صحة عنوانه السابق في فلاديفوستوك. نتابع سويا الوجه الآخر لحرية التعبير.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.